دجليل وسلمى عندهم سنوات جابوا 5 صغار ولليوم ما يعرفوش شنو اللي صار لهم، كيما بالضبط ما يعرفوش شنو اللي صار للزوز توام. رغم الوجيعة واللي صار الكل، عبد الجليل وسلمى ما أيسوش وقروا باش يجيبوا صغير آخر. سلمى حبلت مرة أخرى وباش تجيب توامة. محمد ومحمد أمين باش يولدوا نهار 17 جويلية 2021. ولدوا في وضعية صحية جيدة، ما يعانيوا من حتى مرض. كيما تشوف التوامة يجري ويلعب في عمر العام ونص. أما والديهم خايفين لا نفس المأساة تعاود تتكرر. جاءوا التوامة زوز بعد شر. التوامة زوز وقتها تولى ثم توقت تكونت الفكرة في مخك وولت يخايف، وولت أن السيناريو في نجم يتعاود في كل لحظة، السيناريو يتعاود. عشنا في رعب. من عمرهم 15 يوم، كملوا 15 يوم هزيتهم للمستير، عملت لهم التحاليل كل. من بعدين كي هك كل يوم يتعدى نحس ثم أمل. حتى كي جتني الطبيبة قالت لي رام لاباس عليهم، فما حد شيء وقت تهزهم وتروح بيهم لاباس. أنا وقت اللي عملوا لهم في التحاليل الطبيبة متاعتي قالت لي برا أنت روح خليك يقعدوا هما. قلت لها لا، وين هما وين. الأطباء شكوا في أنه اللي صاير مع أبناء عبد الجليل وسلمى ينجم يكون مرض وراثي. هذاك علاش طلبوا منهم باش يعملوا بعض التحاليل الجينية ليهم ولصغارهم. تحاليل تقول العائلة أنها ما خرجت حتى مرض جيني. هل شني الحكاية؟ ما ثمش المرض الجيني، ما ثمش شنو الحكاية. قعدنا عايشين هكيك. أنت أي سخانة مهما كانت، سواء كانت تاع سنين ولا سخانة تاع من أي نوع، تقول صاي هذه. تصور أنت هما توفوا على عامين ونص، أنت عامين ونص وأنت كل نهار على أعصابك. رغم التحاليل اللي تعملت والنتائج الإيجابية اللي خرجت بها، إلا أنه السيناريو نفسه باش يتعاود مع عبد الجليل وسلمى. لحد 4 فيفري 2024، محمد أمين طلعت له السخانة، سلمى هزته بالوقت للمستشفى الجهوي بقفصة. لهنا محمد أمين باش يرقد في الإنعاش اللي رقد فيه خوه ريان من 5 سنين التالي. جاته الكحة كح وبدا يرد مكي، وصل به السبيطار تعب. أنا هو كي عندي لهنا مش هو التعب اللي هو ما عادش فيه، لا، أما كي يوصل للسبيطار تعب أكثر. العائلة دخلت فيهم غولة وفهمت إنه مصير محمد أمين باش يكون كما مصير إخواته اللي سبقوه. أذاك علاش حبوا ينقذوا أخوه محمد اللي ما كانش يعاني من حتى أعراض. ورغم ذلك هزوه للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير نهار 2/5 فيفري. لكن أول ما وصلوا للسبيطار حالته بدأت تتعكر ودخل الغرفة الإنعاش. كي كتبت لي الرابور قلنا لها نحن معناها خا نحن هزين ولبس عليه خايف ما يقبلونيش. فقالت لي هي اللي كتبته لهنا الدكتور اللي يقراه اللهم هو ما غير ضمير ما يقبلكمش، اما راني اللي كتبته اي واحد باش يقراها او باش يقبل. فهمت الطبيبه، اعطيتها جواب الطبيبه اللي بعثتني من هنا وفهمتها. قلت لها راهو جاء ربي طيحوا له السخان، راهو لو كان السخان مش تكمل معها كان خايفين تصير له كما اخويا. سخانة عطوه دوزة بتاع سخانة وقالوا لي رأي سخانة معنا ما نعملوا لها، معناها توطيح مع وحدها توطيح. عاونوه كان بالكمادات. روحت لدار قريبي ثم وخليت أمه معه، خليته قاعد فوق السرير حاط رجل على رجل ويلعب التليفون. لبس عليه سخانة بدأت طايحة شوي، خليته لبس عليه ومشيت معناها عن بالي مشيت متهني عليه حتى نرجع له الصباح. رجعت الصباح نلقيه أنا وصلت ما قعدتش ربع ساعة. نلقيه تبدل كله وجيت الطبيب هزيته ومشيت تجري به للإنعاش. محمد أمين باش يتوفى نهار 6 فيفري 2024
أي نهارين بعد ما دخل السبيطار قفصة أما أخو محمد باش يتوفى نهار 14 فيفري في مستشفى فاطومة بورقيبة بالمنستير. الخمسة أخوات مدفونين بحظة بعضهم في مقبرة المذيلة. خمسة نهبطهم بيدي في المقبر هذاك اللي حبه ربي، هذاك اللي كاتبه، ومانيش باش نغلب حكم ربي. خاطر كل تركينة تتلفت تشوف خيالاته، كي تخرج من هنا تقابلك جبانة يقابلوك هما مدفونين، معناها راهي ماشي قطعة، راهي كبدتي كلها دفنت، مش قطعة من كبدتي، كبدة كاملة دفنت. شو ما عملوا دوار في الجبانة كما قالت أختي. قصة عبد الجليل وسلمى وأولادهم الخمسة قصة مؤثرة وفرد وقت موجعة ياسر، على لغز لليوم ما لقاولو حتى حل، وجيعة مرافقتهم كل يوم يتذكروا فيها صغارهم.